احنا كنا بالبريصه وقامت الطياره تقصف علينا او تضربنا وانهدمت البريصه وانهزمنا بهاي حالتنا، يعني طلعنا بثيابنا وجينا للنقطه التركيه وقعدنا بسدها. أملتي الله وهي وحماها ورب العالمين يحمي الكل والكلية. أم والله حتى تظلم أمانتنا، عندي وليدي ضربت الطيارة بنيات اثنين بذلب قاعد يحكم، ما عندي وحيد. صار لي 8 أشهر ما نضربت الأولية، 8 أشهر ما شفته. إلى هنا انهزمنا بالشاش، نحن البراميل والخصف. أطفال ونسوان عجزة وشباب وولاد انهزمنا بالشاشنة لهينا. أي بنقطة تركية جينا لهينا آمنة، وهجينا على أساس بلشي الله يفكنا برواحنا بس، والدورة كلها تهدهدت وراحت. جينا قعدنا هنا احتمينا بالنقطة التركية، بلشي ان شاء الله الله يحمينا ويحمي جميع اموت محمد بحوبة الله اول بادي وهالنقطة. وقاعدين هين تحت هالشجر ذا حجمة، لا خيام لا شيء، لا تحت هالشجر شو بدنا نساوي؟